السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. اليوم كنتواجدو في مدينة أكادير وغادي نشاركو معكم أمطار غزيرة اليوم الشمعة. قبل ما نكتشف لكم التفاصيل اللي عليكم وتشتركوا في القناة ديالي وبارطاجيو لينا وساعدونا باش نوصلوا 1000 مشترك. ورا تعطلنا واشتركوا عباد الله، وانت كتكون المشاهده وما كتشتركوش، اشتركوا باش توصلوا اي جديد ديال امطار غزيره. كما كتشوفوا اشواء ممتعه، اشواء رائعه، امطار غزيره اليوم الجمعه 2024 فبراير. اي هاي 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 الخير والبركه. شوفوا تبارك الله امطار غزيره في اكادير. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. والمليحة يا المليح شوف هذا غميزة من غير ليرة. انت ميزة مريك تليس مليح المليحة يا ميزة المليح تيفيا يا تيفيا المليح هكا يا في ميزة تيفيا يا كلافاس مخي قلنا رغينا هذا ما ليزي تكيد الصحراء المحبس عسكرات تكيد لا باس بسم الله الرحمن الرحيم. لطيف لطيف لطيف. اي باين ليك الخلاف ديتك انت ما زرت ياك انت ما زرت ديتك بسم الله الرحمن الرحيم. بالنقصه ودي ولا الفلوس ولا البركه في الباكورات. خلينا نروس نروس ايوا عرفت من الخير هذا كل عشب يساو الشحيد عاد غنصايميك. ايوا الخير هذا غير كدقيقه وفولكي أمزار أريد تاكوي أما شي قلنا تبارك الله. إوا الخيرات كلو يعدل أريد نتمنى تسكر مافوني تسكر ماغ لايك. تحياتي أكادير المغرب.